وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس. التداول هو الشيء الذي يتبادله الناس ويتناوبون عليه، والأيام جمع يراد منه يوم الحرب، مثل قولهم يوم بدر ويوم أحد، وتطلق أيضا على الزمان. والمراد في الآية الكريمة بالأيام أوقات الغلبة والنصر، يصرفها الله تعالى على ما أراد، تارة لهؤلاء وتارة لأولئك. فالأيام لا تبقي الناس على حال واحدة، ودوام الحال من المحال. وقيل إن الآية نزلت بعد غزوة أحد. وروى ابن عباس أنه يوم هزم المسلمون في أحد وصعد الرسول الجبل، جاء أبو سفيان فقال: الحرب سجال، يوم لنا ويوم لكم. فقال رسول الله لأصحابه: أجيبوه. فقالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. رد أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أجاب أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي: قولوا الله أعلى وأجل. فنزلت الآية: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي إن يوم أحد بيوم بدر الذي كان النصر فيه حليف المسلمين، بدل الله حالهم بحال من النصر إلى الهزيمة، كي لا يغتروا ولا تفتر عزائمهم، ولا يتواكلوا ويركنوا إلى الدنيا الفانية، وليجتهدوا ويجاهدوا ويكدوا ويجدوا. والمداولة سنة إلهية مسلوكة بين الأمم سابقها ولاحقها، فلا بقاء ولا خلود إلا لله الحي القيوم وحده. كل شيء هالك إلا وجهه.